بدي اقول لك على شيء، كأنه امبارح زعلتي مني. بنوب بنوب، يعني رح ازعل من شو؟ سمعتها، بس اذا لعبنا عليها رح تطلع احلى مو؟ شو قصدك اذا لعبنا؟ نزودها ولا نخففها؟ شو بنعمل؟ برأيي نزودها. طيب بحكي معهم وبقول لهم. ماشي. الو، انا ناريمان. ايه صح، وصلتني المنحه تبع مرسمكم اليوم. طيب طيب اكيد بجي، شكرا كثير. يا لطيف قديش بتحب النوم، يلا عاد بسرعه انا جعت. انتي جهزتي كل هاد؟ بلا، صار لنا زمان ما قضينا اوقات حلوه مع بعض. امبارح بالليل انبسطنا كثير وضحكنا. بالله ما كنت بوعي، شربت كثير وراسي عم يوجعني. اصلا فرطت، انا اخذتك على التخت بس طلعت تقيل كثير. انتي نمتي وين؟ بالصالون. طلع الصبح وما كنت نايمه، ما ارتحت بالنوم بنوب. اليوم نحن الاثنين رح نفرط بالشركة. أكيد. إيه؟ رائع. شكراً. صحة وهنا، لازم أطلع فوراً. إيه بس خليك نفطر سوا على القليلة. بفطر بالشركة. طيب شو رح تعملي؟ حتروحي أكيد، بس أصحك تقولي لا، هي فرصة ما بتتفوت أبداً. إيه هالفرصة ما رح فوتها، يعني على القليلة بروح وبشوف الوضع شلون. منيح كتير. لك ضل بالي مشغولة على آسيا، بتمنى ما يكونوا عملوا لها مشاكل بالبيت. ناري، ما شفتي مبارح شلون طلعت من هون ركض؟ بالأول رح حاكيها وبعدين بطلع على المرسم. ما في شي عم يتصلح عندهم، كل شي عم يسوء أكتر من أول. دوبني السكوت، ساكتة كأني أنا الغلطانة والملامة الوحيدة على كل شي. بس رغم هيك موجود الأمل، حتى لو بصيص نور. الأمل بالحياة حلو، أمل عم يكبر جواتي. هذا أنت حبيبي، اسمك حيكون محمود. ألو ناريمان. ايه عصب عصب شوي المسا، بس راقوا بعدين نام. الأمور منيحة، ما تاكلي همي. طيب بدي أعتذر منك. مع مين كنتي عم تحكي وليه؟ مع ناريمان. ليش؟ ناوي تضربني؟ وهي ناريمان فنة جديدة، ليش عم تتصل بمرتك على طول؟ أنا شو بيعرفني؟ ها؟ ناريمان بتكون رفيقتي، شو يعني؟ اتصلت ما بيصير؟ لا ما بيصير. روح احكي مع هالبنت وافهم منها شو مشكلتها. يا الله دخيلك، الا ما بقى تتصلي كل شوي بمرتي. كمال اصحك تروح وتعمل هيك. كمال لا تروح وتفضحنا، والله عيب عليك. صباح الخير سليم بيك. صباح النور. لهلا، لتكون ليلة حضرتك ما كانت منيحة. أكيد الهدية يلي اخترتها ما عجبت فايزة خانم. يا ريت لو كانت بهالبساطة. عفواً على سؤالي، بس يعني
إنسان رايق مثل جنابك شلون ممكن تزعل ست منه؟ شكراً على كل شيء، شكراً إليك سليم بيك، بس تحتاج أي شيء أنا موجودة، دق لي تليفون. بعرف، شكراً. اسمعي ولي، شوفي أنا جيت أسألك شو الموضوع. ها؟ شوفي ليش حاطة آسيا براسك؟ ليش ما عم تتركيها بحالها؟ قولي لك شو مشكلتك؟ فكرة تدخلي بيناتنا وتلعبي بعقلها؟ ايه ما حذرتي. اسمعي يا بنتي، إذا غلطتي وأخذتي وعطيتي مع آسيا كمان حاججنان بقى. لك شو عم تعمل أنت؟ آسيا هيك عم تخوفها منك كمان؟ ايه بخوفها. نريمان لك كمان؟ خليكي بعيدة عن آسيا، مفهوم؟ شو هاد؟ عاصي من تحت راسك ضربت مرتي كف، شو لو صار شي على ابني؟ انت شو عملت؟ شو لو صار شي على ابني؟ ولك شو جنيت انت؟ عاصي يا عاصي استنى عاصي بس طول بالك، لا بقى تجي لهون ولا؟ هون مدرسة ولا شو؟ وليش أنا بس يلي شايفة هالشي؟ ناريمان يلا امشي بلا ما تتأخري، بس ديري بالك. ايه طيب، شنطتي وقعت رح روح جيبها. يلا رايحة، ديري بالك. مرحبا. أهلا، أنا ناريمان سولماز، اتصلتوا فيني اليوم مشان المنحة. إيه ناريمان خانم، أهلا وسهلا، تفضلي ارتاحي، أنا رح خبر أمينة خانم إنك اجيتي. طيب. أمينة خانم، ناريمان خانم عندي هون. لا لا لا، ناريمان سولماز يلي كسبت المنحة بواسطة ماجد أرجي أغلو. حاضر، فوتي لعند الخانم ناطرتك. ناريمان خانم، ناريمان خانم، ألو ماجد؟ يا حبيبتي أنا مالي بحاجة لا لمساعدتك ولا لمصاريك. أي مصاري ناريمان؟ كل القصة أني خليتهم يشوفوا كم لوحة إلك، والباقي تكلفته موهبتك أنتي. أنا لا دفعت مصاري ولا ترجيتهم يقبلوكي، وهنن وقت شافوا موهبتك حبوا يعطوكي هالمنحة. إيه هذا كل الموضوع. ناريمان اسمعيني، بعرف قديش هذا الامتحان بالنسبة إلك مهم، ومنشان هيك لا تعملي لي فيها كرامة. ماجد قلت لك ياها أكثر من مرة، ما بدي إياك تساعدني بأي شيء، مفهوم؟ تركني بحالي وبس. عم تطلبي المستحيل بحد ذاته ناريمان، لأنه ما فيني أتركك، وإذا بدي كمان ما بقدر. كرمال أكسب ثقة بابا فيني من جديد، قلت له نسيتك وما عم شوفك، وشلتك من قلبي وروحي، بس أنت بكل محل بتطلع لي كل شوي، وأنا بسببك عم كون وحدة كذابة قدامه ماجد. هلا أنا كل مرة بحاول أقرب فيها منك بتعملي لي من أبوكي حجة؟ حاجة ناريمان، أنا بدي أقابله وحاكي لأبوكي. اصحك اصحك ماجد، اصحك تحكي معه، لا تجرب، لأنه بصراحة ما رح يقابلك، وما رح تقدر تضحك على أبي مثل ما ضحكت على ناريمان. لا تتعذب وتروح. Thank you.
فرحت إنه أنت وماجد كنتوا مبسوطين مبارح. لما منكون لحالنا كتير مناح، بس لما يرن تليفونه ويبلش يحكي ما بعرف هو مين ويترك الشركة، بيرجع ماجد القديم. أنا بعرف منيح إنه لازمه شوية وقت، ولهذا السبب ما بعصب منه. أنتي ما عم تسمعي شو عم قول أمي؟ معلوم؟ في شي مضايقك وما قلتي لي؟ بنوب، من قلة النوم صرت هيك، بدي ريح حالي شوي. فايز بيك. مثل ما قلت لك من قبل، حابب احكي بموضوع معك. لازم تعرف عني وعن ناريمان شغلات كتيرة. ماني ناوي اتحرك من هون لحتى تسمعني شو رح اقول. يعني لو تسمح لي رح أدخل. ماجد، ماجد، ما قلت لك أنا إنه ما بدي إياك تجي لهون وما عاد بدي أشوفك أبداً؟ بابا أنا حاولت فهمه هالكلام بس ما رد علي أبداً وأجا لهون. رح تمشي هلأ ما هيك ماجد؟ ماشي، رح خليك تحكي. تفضل لجوا. شكرا كثير. خليكي برا يا ناريمان. ما لحقت لها غير هدول الجهازة يا نوران، يا ترى بكفوا يعني؟ إحاج زهرة، كتير حلوين، كل شي طالع حلو ومرتب من إيديكي، إي والله نعموا عيونك فيهم. طول الليل ونهار شغل بشغل، وعمري كله مضى على هالحالة نوران. المهم إنه أولادي يكونوا مبسوطين. خلينا ننبسط بهالجهاز يا، معقول هذا أحلى يوم بحياتي وأنا مدري شو عم بحكي نوران؟ أوه، صندوق جهازي النباش؟ تعي شوفي، كتير حلو جهازك يا حياتي. بنتي عم شوف إذا في شي ناقص منه مشان ليوم العرس يصير جاهز. أمي روقي على مهلك شوي، ما لحتى يعتمدوا يطلبوا إيدي، يعني بلكي بعدين طلعت لنا شي شغلة. آه كش مرة وبعيد، كش مرة وبعيد، كش مرة وبعيد، كش مرة وبعيد، كش كش كش، يلا روحوا. طيب طيب، في بنت بتحكي هيك قدام الصندوق؟ افتحي تمك بشي كلمة خير. ومعناته شو بدي أقول؟ إذا الخير جاية بهالجوازة الله يعجل بالموضوع. ها من الأول احكي هيك. بري عليكي. بالأول أنا حابب إنه أبدأ بشي كتير متأكد منه.
بنتك بعشقها فايز بيك، وأنا كتير صادق معها، هي اللي حبيتها وخبرت كل الناس بهالكلام. بس مع الأسف عيلتنا عانت من شوية مشاكل، وبيوم وصلت الشركة اللي بنيناها للإفلاس والانهيار، وهذا الوضع دمره لأبي. قام اجيته جلطة لهالسبب. اسمعني، هالموضوع كتير ظلمها وقهرها لناريمان، مو ذنبها باللي صار بنوب. كمان أنا في شي بدي أقوله ماجد بيك. ناريمان، خير يا بنتي؟ ليش واقفة برا؟ ما في شي. رؤي، عرفت شكلك انت مضيع المفتاح، رح حاكي ابوكي بكي بيجي. شوف عمو، انا اتصلت ببابا وقال هو ما له مطول لحتى يجي، خلص مو مشكله وانا رح استناه هون. شكرا كثير لك عمو، مو حرزان بنوب. ايه مو مشكله لك، انا خاطر. مع السلامه. الله يسلمك. انت خطبت بنت خاله لبنتي، عيشتك وحياتك غير هون، وصعب انك تتأقلم مع حياة او نظام غيرهم. انك تغير صعب، شو ما يكون السبب اللي بيخليك مجبور تعيش هالعيشة، هو مزعج كتير لبنتي. ناريمان هلأ مجروحة، حتى هي بالحقيقة ما فيها تبرر أبداً شو المقصود من هالتصرف. وأنا برأيي أنت عم تدافع بأسلوب كتير غلط عن العشق. العشق هو لشخصين ورايحين لحتى يسبحوا لآخر لحظة ببحر الحياة. وهذا الشيء بيعني إنه يكونوا واقفين جنب بعضهم بوش أي شيء أو أي حدا بيوقف ضدهم. بعض الأحيان هذا البحر أمواجه بتعلى، وبوقتها شو ما كان الخوف انك انت رح تخسر، لازم العشق يقويك. واليوم المفروض تضل حد اللي اخترتها خطيبة. وإلا رح تكون مضطر تواجهها إلها. قديش الساعة صارت؟ والله أنا تأخرت عنكم. ميرفات رايحة تقابلي عاصم مو هيك؟ إيه، بدنا نروح ننقي الخواتم، هيك قال لي. من الصبح المسجات تبعه ما وقفوا، قمت قلت بلا ما خجلوا العاصم. شو عليه بنتي؟ بلكي بس إجا دغري بتلبسوا المحابس. اللي كاتبه رب العالمين بيصير. ميرفات، كل شي هلأ رح يكون أحلى بحياتك بنتي. عاصم واحد معدل وما في منه. ما غابت عيوني عنه بيوم الافتتاح، لما عم بيحكي معك كانوا عيونه عم بيلمعوا. ايه، وانا انتبهت على هالكلام، كتير منيح انه نلاقي حدا يهتم فينا ويحسسنا انه مهمين عنده. والله مزبوط يا بنتي، بلكي بالصيف منعملكن حفلة العرس. على خير. خالي نوران المفروض امشي هلا، تأخرت على عاصم، بشوفك بعدين. ماشي ميرفا، خليك تقيلة يا بنت. يلا بشوفك. نوراي شلونك؟ الحمد لله. شو عملتي مشان القصد؟ بالزور مشي حال القصد، بس هلأ صارت الأمور أحسن. أنت شلونك؟ حطت إيدكم، ما في شي جديد أبداً.
آخ نوراي، شو كتير فرحت وانبسطت إنه مشي الحال. يا روحي خاطر يلا تفضلوا لعنا. مرحبا نوران خانم. مرحبا. فايز بيك يكون وصل هلا على البيت، مو هيك المفروض؟ ليش هالسؤال؟ مريت من ناح بيتكن وشفت ناريمان واقفة، الباب مسكر عليها، قلت لها دق للبابا حتى يجي، قالت لي لا أبي ما بيتأخر، بالي لهلا عند هالبنت. هيك لكان طيب. لا تخافي نوران خانم. ناريمان شو الموضوع؟ بنتي انت متخانقة مع أبوكي؟ ليكون حكى معك شي مو منيح؟ خلاكي برا البيت هو يعني؟ يا فايز مو معقول تعمل هيك فينا. استني بس دقيقة. ايه بنتي هو قسب كلامه عليكي وانت ما تحملتي بنوب وقام علي صوتك بوشه. ممكن احكي هلأ عمتي؟ ماجد اجا لعنا. وينه؟ جوا قفلوا على حالهم من اول ما دخلوا وبابا ما رضي يدخلني وانا واقفة ناطرة هون. شو عم بيصير بنتي؟ شو بيعرفني؟ بحب ناريمان بجنون. بس الحياة بتعني يا ابني إنه نحنا نتمسك بإصرار باللي حبيناه. الإنسان ما بيأذي اللي بيحبه أبداً. ودموع حبيبه إذا بتنزل بتخليه يعيش مخنوق. ناريمان رضيت إنه اليوم تنساك. لازم هذا الشيء يكون مقبول بالنسبة لإلك. بما أنك لابسه لهالخاتم، ناريمان رح تعيش وكرامتها مجروحة طول ما أنت حواليها. بس هو ما بيعني لي شي يا عمي ابنه. اطلع هون، ما بآمن غير بالمحبس اللي حاطه بإيدي من زمان. ببارك لك لك ولخطيبتك. الله يسعدكن على طول. بابا حبيبي، انت وماجد شو حكيتوا؟ بس ما يكون خبرك شي وزعجك فيه.
بدي اطلع لبرا شوي نوران. طيب اخي. شو حكوا يا ترى بهالقعدة؟ الله ما يقدر هلا ويكونوا تخانقوا. مو الهيئة، لو تخانقوا كنت سمعت صواتهم لبرا. مزبوط. ماجد. ليلى ماجد بيك وين راح؟ ما شفتوا نيفين خانم. طيب اول ما بيجي ابقي خبريني. ها قريش خانم ما رح تيجي اليوم، واول ما يوصل الاستاذ جيبي له الوراق مشان يوقعهم. طيب يا خانم. ليلى وبدي قهوه كمان. ناريمان كل يوم لازم تجيب لنا مشكلة مو؟ ناريمان ما دخلها رؤية، المشكلة كمال المجنون. ناريمان حاولت تواجهه ومشان هيك هو تهجم عليها. هالوسخ أنا بعرف ربيه. ولك كيف بيضرب أختي هالمجنون؟ عاصي ممكن هلأ تروق لو سمحت؟ مو قادران روق. خليكي بعيدة عن آسيا مفهوم؟ شو هاد؟ عاصي من تحت راسك ضربت مرتي كف، شو لو صار شي على ابني؟ انت شو عملت؟ شو لو صار شي على ابني؟ ولك شو جنيت انت؟ عاصي 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 سنة عاصي بس طول بالك. لا بقى تجي لهون ولا؟ عاصي وين رح تروح؟ تركيني عاصي ما في روح على مكان. أنا كتير مشغول على آسيا، بركي اعمل فيها شي. اسمع إذا بتروح لهنيك هلأ الوضع كتير رح يسوء، رح يتحططوا على آسيا أكتر. والعمل أنا رح ضل واقف وإيدي مربوطين هون. إيه طيب 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 مندور على شي فكرة لحتى نعرف أخبار آسيا. ماشي أنت هلأ روق. طيب ولا تخبر أمك وأختك بيزعلوا كتير أختي. طيب يسلموا يسلموا. إجا كمال. شو الموضوع؟ عملت شي مع ناريمان؟ ما عملت ناريمان، ما عملت أي شي مع آسيا خانو. وليك بعد وعائلتك وأخوك شو عمل معكم؟ عملت شي مع أخي كمان؟ ليكي هالواطية سألت عن أخوها وعني ما أنا سألت. روق روق شو عم تعمل يا ابني روق؟ نسيت أنت الولد؟ يا الله دخيلك. ولك فكر بابنك بعد عنا. بعدي عني يا أنا مليت منه ومن عائلته ومن أخوها لهالحقيرة. كمال لا بكفي، لا تعاقبه لابنك لأنه أمه هلأ غلطت معك. خلص بكفي اليوم هيك، انت طلعت مشى شوي، يلا يلا روح يلا يلا. لا تنسي معروفي هاد معك وتذكري منيح يلي عملته. قومي لشوف الولد بياخد برد. ماجد وأنا قضينا وقت حلو كتير بالمزرعة.
طلع الصبح علينا ونحن سوا سهرانين. من زمان ما تقربنا من بعضنا بهي الطريقة. بتعرفي شو نور؟ أنا وياه بلشنا هلأ إنه نوثق ببعضنا من جديد. انبسطت رجع يطلع فيني مثل الأول، وهالشي مخليني مبسوطة وطايرة من الفرح. يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول. عطول كنت أطلع على علاقتكم بنظرة شك كبيرة، وتصرفاتك بالنسبة إلي كانت غريبة كتير نيفين. أنا كنت حسك عم تضلي لاحقتي راكدة وراه لتنتقمي منه ومن حبه لوحدة غيرك، بس كنت غلطانة بهالشي. وأنا مبسوطة بهالكلام ومالي متضايقة منه، لأني أنا بعرف هالفترة جواد مأثر عليك كتير وعلى وجهات نظرك. يعني جواد ومواقفه نحوي ورأيك أنت بتصرفاتي من الأول اجتمعوا سوا، بس جواد أخذ نظرة سيئة عني نور. برأيي إنه عنده مشكلة واضحة بالثقة بالطرف الثاني كمان. انسي. إيه العلاقة شلون عندكن؟ مو كتير في شي مهم أحكي عنه. نور اسمعيني، إذا في شي مو مريحك بتقدري تحكي لي، ولا يعني نحن أخوات على الفاضي بقى؟ لا نيفين، يسلموا. أنا وجواد تعودنا إنه نحل مشاكلنا لحالنا، ولو سمحتي لا تتدخلي ممكن؟ تمام. بمرقوا بغير وقت. جواد فينا نحكي شوي مع بعض؟ شوفك نيفين. طيب. شو رأيك؟ بظن السادة أحلى منه. معناها اللي جنبه. أوه أحلى. ميرفات، أمي أول ما تشوفك كتير رح تحبك. إن شاء الله يكون مزبوط. بعدين وأنا حابة أشوف أمك وكمان بنتك عايشة. ميرفات، رح نعيش مبسوطين، ما تاكلي هم شي. رؤيا على التليفون. نعم رؤيا. مرحبا ميرفات، شلونك؟ أنا منيحة، أنت شلونك؟ وأنا كتير منيحة شكراً. اسمعي حبيبتي، أنا في عندي موعد شغل هلأ، بس رح أرجع بكير ما بتأخر. فيكي تيجي اليوم؟ عم بنتظرك. بلكي منروح لعند آسيا نزورها. منروح طبعاً، هالفكرة كتير حلوة. تمام. طيب بشوفك. بشوفك. ليش ما اتصلت فيني جواد؟ انت ما اتصلتي كمان. انا ما عم افهم ابنه. يعني ماجد ونيفين وضعهم غير وضعنا، ليش مكبر الامور؟ شو دخلنا فيهم؟ بتعرفي انه عم تجر ماجد وراها؟ عم تجره لغلطه كبيره، وانت بس لان اختك ما عم تحكي معها شيء وموافقه على عمايلها كلهم. جواد شو اللي عم تعمله؟ انا ما عم بعمل اي شيء صدقيني. كل يلي عم بعمله اني راقب الامور، كل حركاتك وكل كلامك كمان. كلكم بالعيلة عم توقعوا بغلطة كبيرة وبتعرفوا. بالله؟ يعني أنا وأنت وضعنا وأمورنا شي، وماجد ونيفين وضعهم شي تاني، بس ما عم أفهم ليش ما عم تقدر تفصل بين موضوعنا وموضوعهم؟ لأنه أنت عم تفكري بحالك خارج إطار عيلتكم. أنا ما عم بفهم. ظنيتك مختلفة عنهم ولو شوي. عندك مشكلة بخصوص الثقة؟ إيه في عندي. أنت مو هيك؟ بس الحياة بتعني يا ابني إنه نحن نتمسك بإصرار باللي حبيناه. الإنسان ما بيزي اللي بيحبه أبداً. ودموع حبيبه إذا بتنزل بتخليه يعيش مخنوق. ناريمان، رضيت إنه اليوم تنساك. لازم هذا الشيء يكون مقبول بالنسبة لإلك. ماجد بيك؟ برنامج الخطة الإنتاجية؟
بما انك لابسه لهالخاتم، ناريمان رح تعيش كرامتها مجروحه طول ما انت حواليها. بس هو ما بيعني لي شيء يا عمي بنو. اطلع هون، ما بآمن غير بالمحبس اللي حاطه بإيدي من زمان. ببارك لك إلك ولخطيبتك. الله يسعدكن على طول.